السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مجزرة تشيايلا في ديالا، شاهد جديد على الفشل الأمني في العراق. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب المتحدث باسم مرصد أفاد الحقوقية الأستاذ حسين دلي، ويمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب لإبداء آرائكم والمشاركة بتعليقاتكم، وكذلك لطرح استفساراتكم التي يمكن أن يجيب عنها الضيف خلال هذه الحلقة. شهدت قرية تشيايلا التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالا مجزرة راح ضحيتها 9 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال على يد ميليشيات، قال الأهالي إنها كانت ترفع رايات الحشد الشعبي وحضت بغطاء حكومي. هذه المجزرة كسابقاتها وقعت في مناطق تخلو تماما من المظاهر المسلحة وتعد مناطق آمنة، وهو ما يطرح التساؤلات الآتية: لماذا تحدث هذه المجازر إذن؟ وما هي دوافع مرتكبيها؟ وما تفسير توفير الأجهزة الأمنية الغطاء لهذه الميليشيات؟ ومن يمسك فعليا بالملف الأمني في ديالا؟ هناك أيضا تساؤلات أخرى سنطرحها في حلقتنا لهذا الأسبوع، لكن في البداية دعونا نتابع تاريخ بعض المجازر التي وقعت في محافظة ديالا على مدى السنوات السابقة في الإنفوغرافيك الآتي لنشاهد. تابعتم أيضا المشاهدين الكرام بعضا من المجازر والجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في محافظة ديالا من قبل الميليشيات مدعومة بالقوات الحكومية. أكرر التحية مرة أخرى للأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد الحقوقي، حياكم الله أستاذ حسين. حياك أخي محمد. بداية، يعني لماذا ديالا أكثر من غيرها أكثر تتعرض لهذا النوع من الهجمات المستمرة طيلة السنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للرافدين لكم ولجمهوركم الكريم. الكل يعرف عن محافظة ديالى شرق العاصمة العراقية بغداد، هي منطقة حدودية مع إيران، هذا هو السبب الرئيسي وهو لافتة توضع فوق كل ما يحدث في ديالى منذ 2003 إلى اليوم. الكل يعرف أيضا أن هذه المحافظة هي ذات أغلبية سنية بنسبة 65% من عدد السكان، لكن خلال 20 سنة
الأرقام تشير إلى أن هذا العدد أصبح ليس هناك أغلبية مكوناتية في محافظة ديالى، بل هناك حملة تهجير خلال هذه العشرين سنة أدت إلى خلو مناطق كثيرة بين قوسين. نحن لا نريد طبعا أن نتحدث بالموقع الطائفي، لكن أفضل الكلام أن يكون صريحا مجردا واضحا لكي تصل الرسالة بكل وضوح إلى كل الناس. العراقيين هم أول الناس ينبغي أن يفهموا، وهم يفهمون، لكن هذا الرسالة ربما حتى لغير العراقي لكي يعرف ما في محافظة ديالى من تغيير ديموغرافي. مدن مثل المقدادية، الخالص، بوهرز وغيرها من المناطق الأقل منها أهمية وسكانا ومكانا تم إفراغها بشكل شبه كامل. محافظة ديالى كما أسلفت كان فيها نسبة 65% سنة، اليوم ربما فيها 50 أو 40% سنة. السبب هو حملات التهجير الممنهجة التي ترعاها جهات لها دعم حكومي. لا أريد أن أقول هنا أن الحكومة تقوم بالتهجير، لكن هناك اتهامات فعلية للحكومات المتعاقبة منذ 2003 وخصوصا في عهد نور المالكي وصولا إلى عهد أستاذ حسين. إذا يمكن أن تلقى باللائم على جهة، من هي الجهة؟ قدم تعهدات على أن يكون هناك نسق جديد وعقد اجتماعي يحترم فيه العراقيون ويقضى فيه على الفساد والطائفية وإيقاف كثير من الممارسات والسلوكيات الشائنة السلبية التي ولدت احتقان في رحم المجتمع العراقي. طيب. ومحافظة ديالى واحدة من أهم المحافظات التي تعرضت لهذه الاحتقانات بسبب ما تعرض له كثير من لمن يجب أن توجه أصابع الاتهام أو تحميل المسؤولية؟ إذا كانت الحكومة كما قلت ليست هي بشكل مباشر تشرف على عمليات التهجير، لكن هي بالنهاية هي الحكومة الرسمية التي لديها القدرات العسكرية والأمنية الرسمية، إذا من يجب أن يتحمل المسؤولية هنا فيما يحدث؟ يعني أنا في الحقيقة قلت أنه لا أستطيع أن أتهم الحكومة بشكل مباشر بأنها المسؤولة الوحيدة عما يجري، لكن وفق العرف والدستور هذه الحكومة العراقية ملزمة، الأجهزة الحكومية الأمنية التنفيذية المسؤولة عن إدارة الأمن باعتباره أهم المشاكل التي ورثها العراق بعد 2003 هو الملف الأمني. هذا الملف يتدهور وينحدر تارة ويستقر بحذر في تارة أخرى. محافظة ديالى للأسف من المحافظات التي لم تهدأ تماما. هناك محافظات بعد 2014 بعد القضاء على تنظيم داعش هدأت كثير من المحافظات، استقرت نسبيا، انحسر المواجهات، لكن الإشكالية ليست مع داعش، الإشكالية اليوم مع الطرف الثاني المعادل لداعش من التيار المقابل، الفسطاط المقابل إذا صح التعبير، هو تيار الميليشيات. هذا التيار الآن ليس فقط مسلح وأمني، وإنما يسعى لأن يكون غول اقتصادي يسيطر على كل المحافظات، وهو لديه أجندات كثيرة. أولى الأجندات اللي ذكرتها أنه هو مرتبط عضويا وولائيا مع إيران التي يعني تتشاطر كثير من مدنها الحدودية، وثمانية من بين المنافذ الحدودية للعراق من الجهة الشرقية هي أربع منها في محافظة ديالى. هذه المنافذ تمر منها الميليشيات، تمر منها المخدرات، تمر منها وتهرب كثير من المسائل، وتسيطر الميليشيات على أغلب هذه الحدود. حتى الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تلك المنافذ متهمة بل بأنها لديها ارتباطات بكثير من الميليشيات. طيب. عدا ذلك الميليشيات داخل المحافظة هناك سلطة قوية واضحة وغض نظر من محافظ ديالى مثنى التميمي الذي ينتمي إلى قوات بدر وهي أهم الميليشيات في محافظة ديالى. هذا المحافظ منذ 8 سنين وهو أطول المحافظين فترة في المحافظات العراقية، المحافظ الوحيد الذي لم يتغير منذ 3 دورات انتخابية. هذا المحافظ هو مساعد هادي العامري زعيم قوات بدر، وهذا الرجل عدا ذلك متهم بكثير من وفات الفساد. محافظة ديالى هي الأسوأ من ناحية الخدمات ومن ناحية التعايش المذهبي، وبالتالي تؤشر كثير من
المعاهضات والاختراقات للاجهزه الامنيه ولمحافظه ديالى على وجه الخصوص. استاذ حسين، تحدثت وقلت بان هذه الميليشيات التي ترتكب هذه الانتهاكات مرتبطه عقائديا بايران، لكنها ايضا واغلب هذه الميليشيات الموجوده وحتى بتاكيدات الاهالي هي كانت ضمن شعار الحشد الشعبي، خاصة المجزرة الأخيرة التي وقعت ضمن قرية التشيايلة، أكد الأهالي أنهم تابعون للحشد الشعبي بناء على الشعارات واللافتات التي كانت تحمل، وهي بالتالي تابعة رسميا وفق القانون إلى القائد العام للقوات المسلحة. ما الذي يجري هنا إذن؟ هل هي أوامر غير مباشرة؟ هل هو عصيان من قبل هذه الميليشيات؟ كيف يمكن تفسير الهجمات التي تأتي من قوات رسمية؟ يعني أولا أريد أن أنبه إلى هناك معلومتان. الأولى تقول أن المنفذين من عشيرة البوبالي هم ينتمون للتيار الصدري وميليشيا سراي السلام، وهناك من يقول أنهم من قوات بدر أو العصاب، لا نعرف صراحة، لأنه بين قوسين كما يقول الطاسة في ديالة ضايعة، لأنه ليست هناك أجهزة أمنية. الأدهى والأمر في موضوع هجوم أنه هؤلاء المسلحون الذين هجموا العصابة على العائلة من عشيرة العزة حظوا بمساندة من تقريبا 40 إلى 50 مسلح. هذه السيارات تحمل شارات الحج الشعبي، مرت من أمام أجهزة أمنية من الجيش العراقي، من قيادة عملية ديالة. قيادة عملية ديالة كانت تعرف أن هناك إشكالية حقيقية في تلك المنطقة، لأن عشيرة البوبالي تعرضت إلى هجوم قبل شهرين تماما في 22 22 كانون الأول في شهر 12، يرجح أنهم من داعش، قتل منهم 10 أشخاص. المحكمة في محافظة ديالى برأت قرية تشايلة من أي مسؤولية عن الهجوم، لأن كانت هناك بعض الاتهامات باعتبار هي أقرب القرى وهي قرية سنية والبوبالي شيعية، نقولها بالتفاصيل لكي تتوضح للملأ. المحكمة برأت هذه القرية من عشيرة العزة، وكانوا هم موجودون في العزاء، وكان هناك لم توجد إشكالية. إذن على مستوى العشائر البعث لم تكن هناك إشكالية بين هذين العشيرتين، الإشكالية في العصابة التي تنتمي من عشيرة البوبالي إلى الميليشيات سواء سراي السلام أو العصابة وبدر الذين يحتمون بالحشد والقوات الأمنية والذين نفذوا المجزرة. طيب، إذا عندما نقول المسألة كما روجت لها بعض الأوساط سواء أمنية أو عشائرية أن المسألة خلاف عشائري، هذا الأمر ليس حقيقي. الذين نفذوا المجزرة هم أفراد في ميليشيات ومسلحون، والذين نفذوا الهجوم ليست 10 أفراد بل تقريبا 50 مسلح، الذين نفذوا بأيديهم تقريبا أكثر من 10. طيب، لكنهم حظوا بمساندة، وهناك انسحاب للقوات الأمنية قبل يومين. يعني كأن هناك بحسب الروايات التي استقيناها من أهالي الضحايا وأكدها النائب رعد الدهلكي في البرنامج العراقي، وأكدها اليوم أيضا عبد الله الحيالي قائم مقام بعقوبة، قال الجهة التي نفذت هم أشخاص يحملون صفة رسمية. من هم الصفة الرسمية؟ في الحج الشعبي، هذه بكل وضوح. الإشكالية اليوم أن رئيس الوزراء ومحافظ ديالى يتخلون عن دورهم الحقيقي. رئيس الوزراء كان من المفروض وفق المنطق أنه هذه المسألة تستحق أنه يزورها بنفسه، أو يرسل وزير الدفاع أو وزير الداخلية. لا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا رئيس أركان الجيش ولا قائد عملية ديالى حضروا لمكان الجريمة. هناك شخص مفاد من رئيس الوزراء حضر إلى مكان العزاء بعد 3 أيام من المجزرة. طيب، وعلى حد معلومنا أن الاعتقالات حدثت، ولكن الشخصين الذين ارتكبوا المجزرة إلى اليوم لم يعتقلوا على حد معلوماتنا، ولا أستطيع التأكد من هذا المسألة. كل هذا الأمور تفضل كمل. كل هذه الأمور تقودنا إلى نقطة مهمة رئيسية، أنه هناك تواطؤ رسمي من الأجهزة الأمنية وصولا إلى الوزارات الأمنية ومكتب رئيس الوزراء. القضاء العراقي الذي يفترض أنه يعني يكون له دور حقيقي في هذه المجازر، هذه الانتهاكات، فاقد لهذا الدور. مجلس القضاء الأعلى وجهنا رسائل كثيرة إلى فاق زيدار رئيس مجلس القضاء، ينبغي أن يكون للقضاء دور حقيقي في محاسبة المتهمين، في رد من تسول له نفسه العبث بالسلم الاجتماعي
والتعارف الاجتماعي في محافظة ديالى، ولكن للأسف طيب. دور القضاء ضعيف جدا في هذه المسألة. سأعود إليك بعد قليل أستاذ حسين بهذه الجزئية تحديدا، لأن فيها بعض التأكيدات التي ربما قد نربطها بما تتفضل به. لكن الآن مشاهدينا وأيضا أستاذ حسين، دعونا نستمع إلى شهادات حصرية لقناة الرافدين من قرية التشيايلة. أهالي القرية يؤكدون ما حدث بشهاداتهم التي شاهدوا أو التي يرونها الآن وستسمعونها عن حقيقة الأمور التي جرت ومن هي الجهات التي تقف خلف ارتكاب هذه المجزرة. دعونا نشاهد ثم نعود. القرية الآمنة اللي تحتمي بالقانون وتحترم القانون، هاي القرية اللي يدعون هاي قرية إرهابية. زين، هاي القرية مسالمة وأي شيء ما عندها، ودخلوا عليها قوانا ما عندهم، مجردين بسلاح ويحترمون القانون ويحترمون الجيش ويحترمون السلطة. زين، وإحنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الاعتداء لا صاير ولا مبتدئ، مستحيل من صارت الدنيا. زين، والببالي هم جيراننا، وهسه علني النشر مالهم يقولون احنا قمنا زين، فليش يعني احنا جيران وولد منطقه ورابين سوا. زين، واخويا مدير مستوصف يمهم. زين، يعني شنو اللي صار؟ شنو صار يدخلون هيك ناس على نسوان ويقتلوها؟ ليش؟ شنو اللي صار؟ يعني هاي القريه داعش؟ هاي القريه وين الداعش؟ انا خال حج صلاح مجاهد، خال حج صلاح وخال راسم. زين، احنا 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 داعش؟ احنا نقدم انفسنا للدوله، احنا اهل الدوله، اهل القانون. زين، ونحترم القانون. قتل النساء، يقتلون النساء باسم الحشد، دخلوا مسلحين باسم الحشد. زين، احنا نقول الله سبحانه وتعالى ناعم علينا بهاي النعمة الفضيلة، واحنا ما نقبل اي واحد يعتدي على جاره. والبهاد اليوسف عندهم 7 بيوت هناية بنص القرية، بنحترمهم ونباس سوا او نطلع سوا وروح للسليمانية. انا ويا ابن حج ثامر يروح وياي بسيارتي، وشهر واربع ايام ثلاث ايام نقضيها بالسليمانية انا وياه. زين، خوان وناكل ونشرب سوا. ليش يعني؟ شنو الاثبات اللي علينا؟ اي اثبات يقدمون علينا؟ دزينا لهم قلنا لهم اي اثبات يصير علينا احنا حاضرين واحنا مستعدين، ارقابنا ارفع مشعره. الببالي جيراننا واحنا ما بادي من عندنا سوء. ولحد هاي لحد هاي اللحظه احنا اذا علينا اثبات هاي الجهات الامنيه. زين، والسيد المحافظ، سيد قائد الشرطه، قلت لهم نريد اي اثبات عتشي يا لبعض متورطين بهذا قتل الزلم. زين، زين، ليش؟ ليش يعني؟ احنا تألمنا على 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 قتلاهم وتأذينا وقتلاهم ناس أبرياء وأصحابنا وأصدقائنا، وناكل بمعون واحد. زين، وكنا أنا وهذا الولد اللي استشهد الله يرحمه عقيل، أنا ويا بتشي يا له كان مريض، عندنا مريض أخو نهاد. زين، وجينا بثمانية بالليل، انا نتعلل. زين، حتى سلاح مو حاملين. عقيل نفسه اللي انقتل بالببالي كان يتعلل بالتشايله الساعه بثمانية بالليل. اسمعوا يا ناس، هم اتهمونا بقتل عقيل، انا وياه نتعلل. واثبت لك هذا الحكي، اثبت لك اياه على شهود، واكو ناس موجوده. واحنا ما نعمي اذونا، ليش؟ احنا ناس جيران، وهاي القريه كلها، هاي القريه ارهاب. وين الارهاب؟ احنا كنا ضد الارهاب. مثل ما شفت وعلى كل الاحداث اللي صارت، القريه هي قريه مجرده من السلاح، والدليل على هذا تم الاعتداء عليها في وضح النهار وقتل ناس ابرياء عزل، اثنان منهم معوقين، وقتل اثنين نساء وطفل. وتطور الامر ولم توجد اي مواجهه من قبل المهاجمين. لو كان موجود سلاح، ولو كان مثل ما تصير هذه الاتهامات موجودة، ما كان أي مهاجم من اللي وصلوا طلع يمشي على رجليه. الاعتداء صار بتغطية من الحكومة بناس تحمل هويات الحكومة وبسلاح الحكومة. توجد حماية من الشرطة والجيش لم تقم بواجبها، لا بل تم الاعتداء عليها. وهذا ما يثبت أن المهاجمين ناس
تحمل صفات مسمى أو غير مسمى، ولكن شاءت الأقدار أن يكون أحد النجاة يعترف بأسماء وعناوين المنفذين. بالأيام السابقة نشوف أنه أكو توجه من الحكومة مشاهدينا طبعا كانت هذه جزء من شهادات أهالي قرية التشيايلة. الآن نستمع سريعا إلى رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولضيف أستاذ محمد. أنا عندي رأي شوية أبعد مما ذكرتوه، أنه هذول اللي جوا مع الاحتلال 2003 هذول عندهم قائمة بالانتقام من الشعب العراقي. يعني وأكو فد مقولة قيلت في زمن صدام، ثلثين الطق من ديالة. فلذلك ديالة وحدة من المدن اللي حاطيها بالهم بالانتقام من عندها. الموضوع ثق يا أستاذ محمد إلك ولضيفك العزيز أستاذ حسين، صدقني أبعد من أن يكون طائفي. أنا واحدة من الطرائف اللي أشاليها أحد أصدقائي. شنو البعد لعد إذا أبعد من أن يكون طائفي؟ شنو البعد اللي ممكن يوصل؟ البعد ينتقمون من أي شخص شارك بالحرب العراقية الإيرانية وشارك بالانتفاضة ضد يعني شارك ضدهم، يعني إذا تفتهم شنو أقصداني. هاي عندهم طيب. أحشيك على هذا صاحبي، بس اسمح لي أستاذ محمد لحظة واحدة. تفضل. هذا صديقي طالب بكلية الهندسة، كان يلبس زيتوني، يعني ما عنده فلوس يشتري زيم واحد. يقول تفاجأت بالصورة انه اسمي من الاسماء عند المجلس الاعلام اللي يجب ان يصفوهم. يقول هم زين ابن خالي يشتغل وياهم. قال بابا هذا ابن خالي شنو علاقته بهاي المواضيع؟ قال لا، احنا القوائم جتنا من ايران، هاي من الاسماء اللي صفيهم، لذلك صفوا الطيارين وصفوا شكل ناس يشتغلوا بشكل اخلاص للعراق. فلذلك ذولا اضافه الى الطائفيه، ما اقول لك مو طائفيه، لا نعم اكو بها طائفيه، بس صدقني هي ابعد من ان تكون طائفيه اكثر من ذلك. هذا اللي انا قصده يعني بكلامي. شكرا جزيلا سيد ابو احمد من بريطانيا، اشكر حضرتك للمشاركه. استاذ حسين، تحدثت قبل قليل وذكرت القضاء في العراق. في عام 2015 بعد مجزرة مصعب بن عمير والقاء القبض على الجنات اللي ينتمون لميليشيا العصائب، حكموا بالاعدام بعد عام واحد، وبعد ذلك برئوا من هذه التهمة رغم اعترافهم في عام 2020. كيف يمكن أن يعول على القضاء في حسم هذه القضايا إذا كان هو يفرج عن جنات قد اعترفوا؟ طبعا تقريبا لدينا أكثر من 20 مجزرة في محافظة ديالة، هي طبعا المحافظة الأكثر تعرضا للمجازر المروعة بحق المدنيين، ومجازر ينتهى لها الجبين. يعني مجزرة مصعب بن عمير هذه دخلوا على المصلين، والجنات كما يعرف الكل من عائلة الزركوشي، وعد الزركوشي هذا الرجل المرتبط بالأجهزة الأمنية والميليشيات، وهو رجل متنفذ، وإلى اليوم عائلة الزركوشي تتمتع بصلاحيات أمنية واقتصادية وعلى صلة مباشرة بمحافظ ديالة. هذه العائلة لديها أفراد من الميليشيات على مستوى قيادات في أكثر من ميليشيا، واعترفوا كما تفضلت أخي محمد. ودورت أقوالهم قضائيا واعتقلوا فترة، ثم بعد تغير الحكومة تم العفو عنهم أو نقضت أقوالهم. طبعا هناك يعني القضاء بيديهم، وبالتالي حولوا الأمور بما يشتهون وتم الإفراج عنهم قبل بضعة أشهر بالمناسبة. هذه المجزرة اللي عمرها تقريبا 6 أو 7 سنوات، نعم لا أكثر، 8 سنوات. هناك من 2020 إلى اليوم لدينا إحصابي 5 مجازر، من 2020 21 22 23 5 مجازر في محافظة ديالة. طبعا الكل يذكر آخر المجازر قبل سنة وشهر في نهاية عام 2021، مجزرة نهر الإمام، وهي على بالمناسبة على ذات المنوال التي حدثت فيه مجزرة الجايلة. في حينها حدث هجوم من تنظيم داعش على قرية بني تميم، بدلا أن توجه الأجهزة الأمنية قواها لملاحقة المسلحين، بدل أن البنادق والأسلحة والقذائف التي خرجت من عشار بني تميم بمساعدة الحشد والأجهزة الأمنية التي سمحت لها أمام العالم بالدخول إلى قرى نهر الإمام والميثاق المجاورة السنية، وتم تهجير 400 عائلة، إلى اليوم لم تعد ولا عائلة رغم وعود رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بإعادتهم. مهجرون في مناطق ديالة، وبعضهم انتقل حتى إلى خارج محافظة ديالة، يريدون يسلموا على أنفسهم. صحيح. تركوا بيوتهم ومزارعهم وفساتهم، وأصبحت منطقة دار الإمام
مثل منطقة جوف الصخر، منطقة مهجرة ولا يستبعد أن تستولي عليها الميليشيات وتأتي بأناس من عوائلهم وتستوطن فيها وتزرع البساتين. مجزرة نهر الإمام زارها كثير من المسؤولين، من ضمنهم على ما أذكر وكيل وزير الداخلية حميد الشطري، ولم يحدث شيء. نفس هناك مجزرة في محافظة ديال، نذكر هذا الشخص رحيم الغريري قبل أقل من سنة، نفس الإشكالية، حدثت المجزرة وقتل هو وعائلته من أجهزة أمنية بوشاية كاذبة. اعتقل الشخص الذي لف المجزرة إلى اليوم لا أعرف مصيره، شاب التميمي، لكن اعتقل بعض الأشخاص وطمطمت القضية ولم يتم تعويض الأهالي. هناك إشكالية حقيقية في ملف التعاطي الحكومي والقضائي مع المجازر ومع كثير من الإشكالات التي فيها وجهة طائفية في العمل الإجرامي. وبالتالي عندما تتهم منظمات دولية وحقوقية وحتى محلية بعض الأجهزة القضائية بالتراخي أو التقاعس أو التواطؤ، فهناك أدلة على هذه المسائل. عندما يقول مثل هذا المجزر، مجزر تشايلة، أين الادعاء العام؟ أين الأشخاص الذين نفذوا؟ لماذا لم يعرضوا على الملأ أسوة بمن يصدر أو يستورد المخدرات ويهرب المخدرات؟ لماذا لم يعرضوا على الملأ بمثل المجرمي داعش؟ لماذا لا يعرضون على الملأ بمثل الذين يفعلون أو يسرقون أو لماذا هذه الأعمال تقيد ضد مجهول أو لا تظهر نتائج اللجان التحقيقية أو لا تعرف مصير هؤلاء أو لا يعوضون أو الذين يهجرون مناطقهم لا يعودون؟ هناك إشكالية حقيقية. وبالتالي عندما نوجه أو ترمى السهام على الحكومة وعلى مجلس القضاء فهناك ما يبرر لهذا الاتهام. طيب أستاذ حسين، أعود لحضرتك بعد قليل، لكن نستمع الآن إلى رأي السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الكريم، نهج الميليشيات الطائفية في ديالى بالتحديد قد أصبح واضحا، والحقد على هذه المحافظة هو نابع من أحداث 2014 بعد أن سارت العشائر في محافظة ديالى ضد الحكومة الميليشياوية الطائفية، فلا زال الثأر عالقا في أذهان هذه الحكومة، لن تنسى تلك الوقفة. وبعد أن أجهضت تلك الثورة العشائرية عام 2014 بملفات خبيثة، لن تنسى ما فعلته ديالى بالقوات الميليشياوية. يا سيد الكريم، ديالى فيها من السنة ومن الشيعة، والأرض ملك للجميع، لكن هذه الحكومة الصفوية تريد أن تعيد المحافظة أو باقي المحافظات إلى المربع الأول وإلى مربع الطائفية. والشاهد على هذا أن القوات الميليشياوية مرت بضريح أبي حنيفة في بغداد وأطلقت شعارات طائفية كأنها تريد أن تؤجج الموقف من جديد. ناهيك، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك مؤشرات قوية على أن الحكومة تريد إرجاع عناصر داعش إلى مناطقنا شيئا فشيئا، وتخطط لأمر خبيث. نسأل الله أن يجنب الجميع ما تخطط له، وشكرا لكم. شكرا جزيلا سيد أبو سمية. أستاذ حسين، استمعت إلى هذا الحديث، وهنا نطرح سؤال: هل ما يحدث في ديالى بشكل أخص هو يأتي بدوافع انتقامية بناء على أحداث أو مواقف اتخذها أهالي هذه المحافظة، أم أنها تأتي ضمن مخطط تغيير ديموغرافي إيراني بأدواتها الداخلية داخل العراق؟ طبعا المقابلتين اللي بثتوها قبل قليل لناس من أهالي منطقة تشايلة يشيرون بوضوح إلى أن قرية البوبالي وقرية تشايلة هناك يعني يلتقون ويتزاورون ويحضرون مناسبات، يسافرون سوا كذا. وأحد الأخوة في المقابلة ذكر ما نصه أنه هناك بعض الأفراد المرتبطين بالميليشيات هم الذين يوجهون اتهام إلى قرية تشايلة، كما حدث في مجزرة نهر الإمام. بعض الأفراد المنتسبين للميليشيات من بني تميم هم الذين بمعاونة العجد والقوات الأمنية الذين هاجموا قرى نهر الإمام. هو الإشكالية في هذا البعض هم المرتبطون بالميليشيات. الميليشيات هم
العقبة الكعداء في الحياة الاجتماعية في العراق، وبعض الأجهزة الأمنية التي هم عبارة عن أفراد مسلحين في ميليشيات اندمجوا في الأجهزة الأمنية. هذه الإشكالية الحقيقية تنبع من أن الحكومة تغض النظر، يعني تضع رأسها مثل النعامة في الرمل، تدفن رأسها أمام المشاكل الحقيقية، تنتظر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يضج ويلج فديومين ثلاثة، وبعدين الأمور تهدأ كما حدثت مع مئات المجازر التي حدثت في المحافظات العراقية منذ 2003 إلى اليوم. المشكلة أنه لا أحد في العراق يجرؤ على محاسبة هذه الميليشيات، على العكس من ذلك تتوسع هذه الميليشيات أمنياً واقتصادياً. اليوم الحشد الشعبي أصبح له مؤسسة اقتصادية جديدة بعنوان شركة المهندس، هناك مقاولات وصفقات، وسيطرون على وزارات. اليوم قيادات في الميليشيات أصبحوا وزراء، فإذا هذا التوسع على مستوى الفعل الاجتماعي، الفعل الأمني، الفعل العسكري، الفعل الاقتصادي أصبح ممنهج وترعاه الدولة العراقية. واليوم بعد أنه عاد الإطار التنسيقي ليحكم العراق بشكل يعني فاج، بدنا نعود لذات المسلسل، لأن تقريبا بدت نوعا ما خفت في السنتين الأخيرة هذه الأصوات، لكن في الأشهر الأخيرة بعد تشكيل حكومة محمد الشيع السوداني أصبحت هذه الأمور، وهناك محاذير وتخوفات من أن هذه المسائل تزداد. وطبعا رأينا أمس وأول أمس هناك ثلاث أشخاص تم اغتيالهم، واحد في محافظة ديارة طبيب، آخر أستاذ في محافظة بابل، شخص آخر ضابط في محافظة الأنبار. هناك نية لبعض الجهات بإعادة العنف الطائفي والاحتقان واغتيالات، ويعني محاولة خلق اصطفافات طائفية وتقديم جهات على جهات أخرى، وهذا الأمر للأسف لا يحظى بالاهتمام الرئيسي من رئيس الوزراء. رئيس الوزراء العراقي قام إلى الآن بأربع أو خمس جولات خارجية محاولة لإعادة تسويق يعني العراق كمركز محوري في المنطقة. العراق الآن يوقع صفقات كبيرة وجولة تراخيص للنفط والغاز، يعني يحاول أن ينفتح أكثر على العالم الخارجي، لكنه مغلق من الناحية الداخلية، وهناك كثير من الملفات المحتقنة. إلى اليوم مثلا قضية قتلى تشرين، الاغتيالات والاختطافات لم تحل، إلى اليوم الصفقات والفساد، إلى اليوم شفنا نور زهير وغيرهم من الفاسدين لم يحاكموا. أستاذ حسين أرجع لك بعد شوية، لكن الآن نستمع إلى رأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي. الله يسعدك حبيبي، حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ حبيبي. بين يطلع لي واحد هسه يحكي الميليشيات والميليشيات. ألو. وياك. ألو. وياك يا أبو علي، أسمعك تفضل أستاذ حبيبي. خلي لك واحد يحكي عن الميليشيات. يا ميليشياتي هي نزاع عشاري صار بالديالة حتى في الجنوب، ويوم ينكتلون 20 و30 واحد. طيب فالمفروض ما يجي يعني واحد يتحدث مع الميليشيات وما أعرف شنو. لكن يا سيد أبو علي، أهل أهل القرية نفسهم نفوا وجود نزاع عشائري، وقالوا بأنه إحنا والببالي عشائر متقاربة متحابة، علاقتنا الاجتماعية قوية، وهذه محاولات إعلامية تروج لها الأحزاب حتى تهون من الموضوع وحتى تقلل من شأنه وحتى تبين للعالم أنه هذا نزاع عشائري وليست جريمة تمت في وضح النهار. مدي أحسن أتذكر يوم على كلب تكرم كلب تقاتلوا ثلاثة منها بالمادري بالمدينة مدري ما أعرف وين يا منطقة. تمام هذا الموضوع يصير، لكن النزاعات إحنا ما لكن أهالي القرية اللي تم الاعتداء عليها نفوا وجود نزاع عشائري. إذا إحنا نصدق الأمن، نصدق الفضائيات هاي المأجورة، لو نصدق القوات الأمنية اللي مصادرها مضبوطة اللي قالت دولة نزاع عشائري، فما يجوز هاي. إحنا مال الميليشيات وطلعها مليانة من عتسات. يعني تنفي وجود ميليشيات يا سيد أبو علي؟ تنفي وجود ميليشيات بديالي؟ الميليشيات وين ميليشيات؟ أكو حد الشعبي هناك. تمام. حمة العالم، حمة أعراض العالم. تمام. الله أكبر. تمام. شكرا يا أبو علي من بغداد، أشكر حضرتك. أستاذ حسين لك التعليق عن ما تفضل به السيد أبو علي. هناك تأثر من الإعلام الحكومي من الأحزاب،
نسمع ما تقول الأجهزة الأمنية ونسمع ما تقوله الفضائيات بالنسبة لهؤلاء، يرون بأنه نزاع عشائري ومن يوجد في ديالى الحشد الشعبي الذي حمل أعراض. طبعا هناك محاولات في الفترة الأخيرة لإضفاء الصبغة العشائرية على هذه الخلافات، كما حدث قبل 3 أيام في قرية الشعلة، أو كما حدث قبل سنة في قرى نهر الإمام. أنا أسأل هذا المتصل الأخير اللي يقول لي هي صبغة عشائرية، يعني ما سمح هذه المقابلتين اللي قبل شوي نشرتها، ما سمح 10 أو 15 فيديو انتشرت خلال 3 أيام في، ما عنده فيسبوك، ما عنده تويتر، ما شاف الدنيا شلون صار. زين النزاع العشائري يقتلون نسوان، النزاع العشائري يجيبون طفل يمثلون بجثة ويرجعون لهلا، النزاع العشائري يهجر 400 عائلة من نهر الإمام إلى اليوم ما رجعوا، النزاع العشائري يهجر 100,000 نسمة من جرف الصخر صار لهم 9 سنوات مهجرين على مناطقهم، النزاع العشائري حارم ومدمر سامرة من قوت عيالها وأهلها ومضيق عليهم، النزاع العشائري هو اللي يمنع أهل يثرب والعوجة بتكريف من يرجعون المناطق. تفضل بأستاذ حسين، هو ما تقوله القنوات الفضائية التابعة لهذه الأحزاب عندما تصف هذه الحوادث تقول بأنه نزاع عشائري، والسيد أبو علي يبدو من الذين يتأثرون وهم ليسوا بشريحة قليلة، هناك شريحة مغيبة في العراق في الداخل تتأثر بما يروج من ناحية القنوات الفضائية وهي كثيرة، طيب كيف يمكن إيصال الحقيقة إلى هؤلاء؟ والله يعني هو احنا هناك بعض الاشخاص للاسف يعني مهما تحاول، احنا نقول بالعراقي يعني قافر، لكن النسبه الاكبر من العراقيين اصبحوا يدركون مساوئ هذه المخططات، اصبحوا يرون بما عينهم انه الحشد الشعبي اللي ادعى وزعم من اسسه في 2014 انه لحمايه الاعراب بين قوسين او لتحرير المناطق أصبحوا الآن عبارة عن وزارات وشركات وصفقات ومكاتب اقتصادية ومليارات هنا وهناك، شركات يعني تأخذ مقاولات. هؤلاء يعني لا يستحون من ذكر أنه يعني يسيطرون على المناطق الحدودية. اليوم أغلب المخدرات التي يتم تهريبها من المناطق الحدودية هي في منافذ يسيطر عليها الحشد الشعبي. هذا الشخص اللي يتحدث عن الحشد الشعبي لازم يعرف المناطق الحدودية الآن بها حتى أنفاق تحفر بين العراق وسوريا في منطقة القائم وفي منطقة ربيعة. المنافذ اللي تهريب النفط اليوم عن طريق ديالى وعن طريق ميسان وعن طريق البصرة في منافذ يسيطر عليها الحشد الشعبي. الناس اللي تشكو فرض الأتاوات والابتزازات في نينوى والأنبار وصلاح الدين ومناطق الحزام بغداد كلها يسيطر عليها الحشد الشعبي، وبالتالي هذه ليست اتهامات. عندما تتكلم عشرات بل مئات الشهادات عن دور الحشد الشعبي السلبي في الحياة الاجتماعية في العراق وتدخله إلى ملفات اقتصادية بدل أن يكون مؤسسة أمنية بجوار الجيش والشرطة كما قيل وادعوا في قبل 4-5 سنوات، هذا الكلام يناقض ما يقوله أمثال أبو علي وغيرهم. طيب. الحشد الشعبي يتدخل بالشاردة والواردة وأصبح يفرض نفسه على كل الحياة في العراق وأمره نافذ حتى على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى. أستاذ حسين، عندما يقولون بأنه هذه الجهات هي حماة الأعراض، طيب أين الاستخبارات التابعة لهذا الحشد؟ أين الاستخبارات التابعة للقوات الأمنية في إحباط هذه الهجمات إن كانوا هم بمنأى عن ما يحدث من مجازر؟ لماذا لا يقومون بحماية هذه القرى والأعراض داخل هذه القرى؟ لماذا لا يقومون بحصر السلاح في يد الدولة كما ادعوا كثيرا وسابقا؟ لماذا لا يقومون بتأمين هذه المناطق التي تخلو تماما من داعش؟ أليست هذه هي خروقات هم يتحملون مسؤوليتها؟ طبعا الإشكالية الآن مثلا محافظة ديالى ليست بعيدة عن المناطق التي يزعم أو هناك أحد المعاقل التي يقال أن تنظيم داعش ما زال موجود فيها في مناطق تلال حمرين في بين كركوك وبين ديالى. الأولى بهذا الحج الشعبي الذي لديه آلاف الأفراد ولديه تسليح ولديه أسلحة ثقيلة أن يذهب لتلك المناطق بدل من أن يمارس نشاطاته داخل المدن. يفترض أنه داخل المدن العراقية هو تكون لشرطة المحلية حتى
القرار الذي تم اتخاذه في الفترة الأخيرة أنه إخراج الجيش العراقي وكل الأجهزة الأمنية ما عدا الشرطة المحلية من داخل المدن. ماذا يفعل الحشد الشعبي داخل بعقوبة وداخل المقدادية وداخل الخالص؟ ماذا يفعل الحشد الشعبي على أطراف الرمادي وأطراف الفلوجة؟ ماذا يفعل الحشد الشعبي في وسط مدينة الموصل؟ ماذا يفعل الحشد الشعبي في وسط محافظة البصرة؟ هذه الأسئلة ينبغي أن توجه للقائد العام للقوة المسلحة لأنه يتخذ قرار حقيقي. وبحسب ما نعلم هذه من ضمن اتفاقات تشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد الشاع مع بقية الكتل وخاصة الكتلة السنية أنه يتم إخراج فصائل الحشد الشعبي من داخل المدن وعلى وجه الخصوص المحافظات الغربية والشمالية. فهذه اللي تحتاج إلى أنه يتخذ قرار حقيقي بإعادة تشكيل وصياغة دور هذا الحشد الشعبي. طيب أستاذ حسين، في سؤالي الأخير لك، تحدث السيد أبو سمية عن جزئية تتعلق بإعادة داعش أو استنساخ هذه التجربة مرة أخرى. هل هناك برأيك مساعي حقيقية لإبقاء فكرة داعش موجود في العراق وبالتالي يبرر لهذه الميليشيات بقائها واستمرارها في التواجد داخل هذه المحافظات؟ يعني بلا شك هناك بعض النقاط وبعض الفجوات التي يتسلل منها مسلحو داعش، لكن المناطق الرئيسية التي يقال أن داعش موجود فيها صراحة تثير كثير من الاستغراب. يعني هالمنطقة اللي ذكرتها قبل قليل، وأنا هنا لست خبير عسكري لكن أنقل ما أسمع من الناس، المنطقة تلال حمرين، ما الذي يمنع الحكومة العراقية والجيش العراقي أن يوجه حملة خاصة للقضاء على ذلك المعقل لو افترضنا؟ ما الذي يمنع الحكومة العراقية أنه تتوجه إلى ما الذي يمنع الجيش العراقي أن والحشد حتى أن يعني يقبوا على نقاط داعش في محافظة الأنبار ومحافظة نينوى في أطراف تلك المحافظات في المناطق الصحراوية؟ هناك بالفعل مخططات لإبقاء هذا الجرح لكي يتم ممارسة بعض الأجندات التي تخص التغيير الديموغرافي في بعض المحافظات، وبالتالي هناك يعني خطوات غير مفهومة في إطار معالجة الواقع الأمني فيما يخص تنظيم داعش. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب. مشاهدين الآن لدينا سيد أبو علي من لندن معنا عبر الهاتف، تفضل يا أبو علي حياك الله. السيد أبو علي. نعم جاي سمعك، سلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مجزرة ديالة وغير ديالة، أنا أتهم الحشد بهذه المجزرة. زين الان صار حشد سني اخي، الان الاخوه السنه براء منهم السنه الشرفاء دخلوا مع الحشد، يعني حشد سني وحشد شيعي. هذه المجازر بالعراق كلها جاي يسووها الحشد السني والشيعي. زين اخي، حتى الوقف السني اللي براء منهم سنه الشرفاء وسنه الاحرار، حتى الوقف السني ها دخلوا مع الميليشيات والموالين الإيران، وحتى شيوخ العشائر السنة براء منهم أهل السنة الشرفاء دخلوا مع ذاك اليوم صار احتفال بالسفارة الإيرانية، ودخلوا سياسيين السنة ودخلوا الوقف السني ها مع السفير الإيراني الإرهابي بالاحتفالية. سيد أبو علي، بس لأنه نظرا لضيق الوقت أنا أريد بس أدخل في صلب الموضوع. طرح السيد أبو علي من بغداد نقطة، قال أنتوا ليش تقولون هذه ميليشيات واعتدت؟ هذا نزاع عشائري. بغض النظر عن الحقيقة اللي دي يقولها السيد أبو علي من عدمها، رغم وجود شهادات تؤكد أنه هو جريمة ارتكبتها الميليشيات وليس نزاعا عشائريا، لكن حتى لو دعنا نتحدث من منظور السيد أبو علي، هل أصبح الموضوع بالنسبة إلى قضية النزاع العشائري اللي يذهب ضحيته العشرات من العراقيين الأبرياء موضوع هين؟ لماذا ترسخت هاي الثقافة بالمجتمع أن السيد أبو علي يقول هو نزاع عشائري؟ نزاع عشائري أودى بحياتي عراقيين. ماذا نتكلم عن الشيايلة؟ ده نتكلم عن اللي ده تحدث في العراق من هذه النزاعات، وكان الموضوع أصبح شيء بسيط أنه يقتل مواطن عراقي بريء بدم بارد بسبب نزاع عشائري. عشائري وين الدولة ها؟
ها وين الامن؟ نزاع عشاري اخي. كل هذه المجازر اللي جاي يصير الحشد والميليشيات تصحين فصيل ارهابي هم اللي جاي يسوون شيء اخي. هم عندهم عقيده، هم عندهم عقيده وعندهم فتاوى من المراجع اللي بايران وبالعراق. نعم. اقتل انها باذني افعل حتى يظهر المهدي، هاي عقيدتهم. طيب شكرا سيد ابو علي من لندن. ويانا اخر المتصلين السيد ضياء من ديالة، تفضل يا ضياء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دور اخوي حياك الله سيد ضياء. على مود الموضوع مال الو. وياك يا ضياء تفضل. على مود الموضوع مال دياله مال الكارس. نعم نعم يا ضياء، شبيه الموضوع مال خالص؟ لا بعد بحثي شلون صدام حسين انا بكم قبل كذا انا بس لحظه. شلون عيد يا ضياء؟ فقدنا الاتصال ويا سيد ضياء، صدقا ما فهمت شنو اللي قاله، لكن أشكره للمشاركة. عموما مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.